الأخيرة. لا اللي قبلها بقى، هذه النقطة الأخيرة اللي قبلها، هذه النقطة الأخيرة دي اللي قبلها، ديت نقاط طرد حرارة. عشان كده نقطة ليفر اتنين، هو كبد، كبد واحد، كبد واحد وبعدين كبد اتنين، كبد اتنين طرد حرارة الكبد. الكبد. طيب المعدة كام؟ 45 نقطة، اللي قبلها 44 طرد حرارة المعدة، وهكذا. أي نقطة قبل المسارات في النهاية طرد حرارة. تمام كده؟ ماشي؟ وأي نقطة في الآخر تحفيز. ماشي. تمام؟ أي نقطة في الصوابع تحفيز. النقاط اللي قبل الأخيرة تعتبر إيه؟ طرد حرارة. تمام؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يبقى انت عندك ابتسام قلتي لي قولون واحد، وقلتي لي دايما هعمل كده، تمام؟ هيبقى دي قولون ايه؟ اثنين، قولون ثلاثه، قولون اربعه، ودي نقطه ايه؟ ها؟ قولون ايه؟ خمسه. بتستخدمها فين؟ شم المخدرات. وبتستخدمها في ايه تاني؟ واحد شغال في البنك وطول الوقت بيعد فلوس فجاله صبع ده يوجعه. تمام؟ يبقى النقطه بدخل كده. تمام كده؟ بنوك كتر الفلوس دايما المفصل. ايوه المفصل. تمام كده؟ يبقى النقطه دي تمام، ممتاز جدا، صح يا شباب؟ ايوه ادخل عمودي وما تخافش. النقاط دي لو انت داخل كده ما تخافش، ادخل ومغمض عينيك. ماشي؟ طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فاضل عندنا ايه هنا؟ دي نقطه ايه؟ ها مسار